أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات سنة ستة ابتدائي. أنا مستر نسيم ودي قناة English A to Z. النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الأول من الوحدة التامنة Unit 8. عايزكم تركزوا معايا كويس قوي عشان الدرس مهم بس سهل، ناخد بالنا كويس عشان نستفيد. يلا بينا على طول. سنة ستة ابتدائي، أهلا بكم في الوحدة التامنة. النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الأول من الوحدة التامنة أو Unit 8. الدرس أو الوحدة بعنوان In Kindergarten. Kindergarten معناها الحضانة أو رودة الأطفال. لو تلاحظوا هي Kindergarten، Garden دي جاية من كلمة Garden، تقريبا الكلمة أصلها ألماني تقريبا، أنا مش متأكد قوي. In kindergarten يبقى في روضة الأطفال أو في الحضانة. ياريت قبل ما نبدأ الدرس الأول اللي ما كانش اشترك في القناة يجي هنا في يمين الشاشة من تحت ويدوس على زر الاشتراك ويدوس على زر الجرس علشان يجيله إشعارات بالفيديوهات الجديدة أول بأول. تعالوا بقى نبدأ مع بعض الدرس الأول وعن الconversation time أو وقت المحادثة. كلمات بتاعتي النهاردة أول كلمة اسمها kindergarten ودي معناها روضة الأطفال. Let me يعني سيبني أو اتركني أو دعني، يعني لما أحب أقول لواحد خليني أعمل لك حاجة أقول له Let me help you. Let me help you يعني سيبني أساعدك أو اتركني أساعدك أو دعني أساعدك. Show معناها يظهر أو يبين، ده لما تكون فعل. أما لو كانت اسم يبقى معناها عرض. أوكي، يبقى كلمة show معناها إيه كمان؟ معناها عرض لو كانت اسم. letter معناها حرف، اللي هو حرف من حروف الهجاء، او ممكن معناها خطاب. الجواب اللي احنا بنبعته اسمه letter برضو وبتتنطق letter. في كلمه تانية اسمها litter بالكسر شويه اللي هي بحرف الاي، دي معناها القمامه او الزبال. كلمه board معناها السبوره وبيجي معها حرف الجر on the board، يعني يكتب on the board على السبوره. اوكي، بعد كده عندي الكلمات front معناها الأمام أو المقدمة، ممكن تيجي معها in front of يعني في أمام حاجة معينة. sorry آسف. miss يعني الآنسة أو الأستاذة، هنا بناخدها على معنى المدرسة يعني، فبنقول miss كذا، miss دينا، miss منى اللي احنا عايزينه. كلمة okay معناها اتفقنا او حسنا، وساعات نختصرها بحرفين O والK. How لو بنسأل سؤال يبقى معناها كيف، لو في الجملة على انها عربي يبقى الطريقة او الكيفية. easy معناها سهل، easy والاس هنا بتتنطق ساد. to معناها جدا اكتر من اللازم، يعني لما اقول الشاي سخن جدا يبقى انا مش قادر اشرب، لو قلت مثلا the tea is too hot يعني الشاي ساخن جدا اكتر من اللازم، يعني انا مش قادر اشرب. كلمة too كمان بتستخدم على معناها ايضا، كلمة too معناها ايضا، انما هنا معناها اكتر من اللازم. اوكي، ويجي بعدها صفه. اوكي، يبقى too hot سخن جدا too hard يعني صعب جدا وهكذا. hard معناها صعب، وساعات يبقى معناها قاسي، وساعات يبقى معناها خشن. work معناها يعمل او عمل. please ممكن بطلب حاجه من حد، اطلبها بادب يبقى اقول له من فضلك please. homework معناها الواجب. 100 معناها 100، طبعا عارفين الارقام من 1 ل 100. chair الكرسي. why ودي اداه استفهام بتسال عن السبب، بتسال عن ايه السبب. اوكي، لماذا. بعد كده عندي الافعال conjugation معناها التصريف. الافعال عندي نوعين، واحد اسمه regular واحد اسمه irregular. الفرق ما بينهم حرف ال IR ودي للنفي، regular منتظم، irregular غير منتظم. بنهتم اكتر بال irregular لان ال regular المنتظم كله نهايته
بي تي. حتى لو كانت الفعل منتهي ب اي فاحنا بنحط له دي يبقى برضو اي دي، لو منتهي بواي قبلها ساكن يبقى اي اي دي برضو يبقى منتهي ب اي دي. فهنا كلمه pass out معناها يوزع او يسلم. هنا الاوت اللي هي حرف الجر ده ما بيتغيرش، فبنقول pass out و passed out. show showed showed help helped clean cleaned. Okay. طبعا على حسب نهاية الفعل نطق الاي دي بيختلف، ممكن ننطقها ت وممكن ننطقها دال وممكن ننطقها الف دال اللي هي اد. هنا showed يبقى دال، helped يبقى ت، cleaned يبقى دال. Okay. اما الافعال غير منتظمة زي come تبقى came وto ثابتة، يبقى come to الماضي منها came to، write wrote طبعا الW ما بتتنطقش، write wrote come to came to give up gave up give up gave up. الA هي اللي بتختلف مكان الI. let ما بتتغيرش تبقى let، know تبقى new والK برضو ما بتتنطقش silent، sit down وهنا sat down. لو تلاحظوا ان احنا بنقول sit down على طول sit down ما بننطقش حرف التي. ليه؟ علشان تي ودي بيتنطقوا من نفس المكان في البق، فانا صعب اقول sit down. sit down هتبقى تقيل على البق، انما بقول ايه sit down او sat down على طول. اوكي. بعض المصطلحات والتعبيرات المهمه، اول واحد اللي هو ايه I don't know how. I don't know لوحدها معناها لا أعرف، how بقى معناها الكيفية يعني إزاي، أنا مش عارف إزاي، مش عارف أعملها إزاي. I am sorry أو I am sorry طبعا دي للأسف أو للندم، أما أكون ندمان على حاجة أقول I am sorry برضو. That's okay لا عليك، لما واحد يقول لك I am sorry تقول له that's okay يعني ما يهمكش ولا يهمك لا بأس. It's easy it's easy لما أكون بقول لواحد إن الحاجة دي سهلة قالوا it's easy ما تخافش يعني come on come on دي بتستخدم للتشجيع. لما أكون واحد بيجري وعايزه يجري أسرع أقول له come on يلا يلا معناها هيا يلا تعال come on. don't give up don't give up يعني ما لا تستسلم أو لا تيأس. okay don't give up معناها لا تستسلم يعني كمل اللي أنت بتعمله. good work برضو للتشجيع نقوله عمل جيد يعني احسنت الصنع. good work good work. clean the board please دي لما اطلب حاجه من واحد اقوله الفعل في المصدر في الاول، clean هنا ينظف يبقى اقوله نظف الايه السبوره من فضلك. طبعا نحط كلمه please في الاخر عشان يبقى الطلب مؤدب، يبقى clean the board please يعني نظف السبوره من فضلك. hey او yay دي تعبير عن الفرحه. so did I يعني انا ايضا عملت كده، يبقى هنا لما يكون واحد عمل حاجه وانا اقول عايز اقول عملت نفس الكلام ده يبقى so did I. okay. سؤال odd هنعمله بعد ما نكمل الشرح بتاعنا، هنشيل المختلف ونبدله بواحد مظبوط. run cook play chair ايه المختلف؟ run يجري cook يطهي play يلعب chair كرسي هي المختلفه، ده اسم والباقيين افعال. يبقى نشيل كلمه chair نشيل كلمة chair ونجيب أي حاجة تانية زي مثلا إيه work يعني يعمل. what who where they كلهم أسماء كلمات استفهام أو أدوات استفهام ما عدا كلمة they ده ضمير. نجيب كلمة إيه مثلا how. school zoo show kindergarten طبعا كلهم أماكن ما عدا كلمة show معناها عرض، يبقى نجيب كلمة مثلا إيه house معناها المنزل. hard easy work wild hard easy wild كلهم صفات معناها بري سهل صعب. كلمة work معناها عمل، يبقى نجيب هنا إيه كلمة hot مثلا معناها ساخن أو حار. جودي حسن منى دينا كلهم أسماء بنات ما عدا حسن، نشيل حسن ونجيب أي اسم زي مثلا هبة. okay. جميل. الconversation أو المحادثة بتاعتي عندي ما بين مس دينا منى وgirl وboy، تعال نشوف المحادثة كده سريعا ونفهم بتقول ايه.
مس دينا بتقول لمونا: مونا بليز كام تو ذا فرونت، تعالي قدام. بليز، حلو قوي ان احنا نستخدم الكلمة دي، من فضلك. لو لاحظوا ان بعد الاسماء زي مونا وانا بكلمها فبحط بعدها كوما، يبقى مونا كوما بليز كام تو ذا فرونت، تعالي قدام. رايت ذا ليتر دي اون ذا بورد، اكتبي الحرف دي. لاحظتوا ان حرف الدي جاي ما بين اقواس او كونفرتد كوماز عشان يقصد هنا الحرف نفسه. جاي اكتبي الحرف ده اهوت اون ذا بورد. لو جاب كلمة مثلا ايه write the letter write the word word، يبقى كلمة word دي اللي مطلوبة تتكتب on the board، اكتب الحرف دي على السبورة. فمنى بتقول لها I don't know how، مش عارفة اكتبه. I don't know، don't تستخدم لإيه؟ عشان أقول لا، ويجي بعدها المصدر know، يبقى أنا لا أعرف how الكيفية إزاي. فبتقول لها I'm sorry Miss Dina، أنا آسفة يا Miss Dina. طبعا برضو لما أكون بتكلم مع حد لو انا جبت اسمه احط قبله ايه الكاما، يبقى ايه I'm sorry علي، I'm sorry نبيل، I'm sorry Miss Dina وهكذا. فمس دينا طبعا هتقول لها that's okay ولا يهمك مفيش مشكلة، let me show you how، يعني ايه طيب سيبيني اعلمك، خليني اعلمك ازاي، let me show you how، اتركيني او دعيني اوريكي او أوريكي أو أوضح لك إزاي تكتبي. It's easy، it's easy دي عشان ما تشجعها، بتقول لها ده الموضوع سهل يعني. Okay. فمونا بتقول لها No I can't، لا أنا مش قادرة. It's too hard، إنه صعب جدا. فمس دينا بتقول لها Come on، come on دي للتشجيع، يعني إيه هيا يا مونا، Come on مونا don't give up، يعني إيه لا تستسلمي. Okay. Give up هنا معناها إيه لا تستسلم، تمام. ف منى بتقول لها hey I can do it، هنا hey دي بقى معناها انا كتبت خلاص. اوكي فمس دينا بتقول لها good work منى please sit down، عمل جيد طبعا لما عملت حاجه كويسه، تقول لها دي حاجه كويسه ان انت عملتيه. وبرده كوما قبل الاسم please كوما برده sit down، اقعد. مس دينا بتقول جودي، يا جودي بقى please help me pass out the homework، ساعديني عشان وزع الواجب كراسات الواجب، يعني حسن clean the board please، طبعا بتكلم حسن كاما clean the board please، يعني نظف السبورة. ومن فضلك في الآخر قبلها كلمة الكاما برضو عشان يوضح لي ان هي للطلب المؤدب. طيب البنت بتقول لزميلتها او لزميلها what did you get، الدرجة اللي انت جبتها كام، what did you get يعني انت حصلت على كام. قال لها I got 100، انا جبت 100. قالت له ياي سو ديد اي، وانا كمان. اوكي استفدنا ايه من الدرس؟ جميل، اول حاجه في الاوامر او في التعليمات لازم احط الفعل في الاول في المصدر، زي كلمه write the letter d on the board، write هنا فعل في المصدر معناها اكتبي او اكتب. طيب انا مش عارف اقول ايه I don't know how، يعني مش عارف ازاي اكتب، تمام. طيب اقدم مساعده لواحد اقول له ايه let me show you how، يعني طيب سيبني اعلمك ازاي، let me، let me يعني اتركني او دعني اعلمك. طيب انا لو مش قادر عايز اعبر عن عدم قدرتي اقول no I can't، لا انا مش قادر. طب اشجع واحد اقول له ايه، اقول له come on come on don't give up، يعني لا تستسلم. اوكي طيب انا بعد كده اتعلمتها وقدرت اعملها اقدر اقول I can do it، يعني انا اقدر اعملها. طب واحد شاطر وعرف يعمل حاجه نقول له ايه، نشجعه ونقول له good work، يعني ايه عمل جيد او اداء كويس. اوكي زي ما قلنا كلمه please تستخدم للطلب المؤدب، ولما احب اقول تعليمات ابدا بالفعل في المصدر في الاول، زي clean clean the board please، يعني نظف السبوره من فضلك. اوكي اخر حاجه اللي هي لسؤال عن الدرجات، واحد عايز يعرف درجاتك يقول لك what did you get، what did you get يعني انت جبت كام. انا لما اجاوب اقول ايه I got في الماضي اهوت، لان السؤال كان في did في الماضي، واكتب الرقم بتاعي I got 100. طبعا يا رب كلكم تجيبوا ال 100%. اوكي تعالوا بقى ايه نحل كام سؤال كده عشان نطبق على اللي احنا اخدناه. اول واحده المحادثه المفروض انا هقراها لكم وانتوا تكملوا الكلمات اللي ناقصه، فهقراها لكم وانتوا تكملوا. منى
مس دينا بتكلم منى بتقول لها منى please come to the front تعالي قدام write the letter B on the board يعني اكتبي الحرف B على السبورة فتلا I don't know how I don't know how I'm sorry أنا مش عارفة ازاي أنا أسفة يبقى هنا كلمة إيه know اللي هي يعرف K-N-O-W السؤال اللي بعده بتقول لها why can't you do it why can't you do it يعني ليه انت مش قادرة تعمليها يبقى هنا why معناها لماذا قالت لها because لأن يجي بعدها جملة it's too hard إنه صعب جدا طيب مس دينا بتقول لها طيب let me show you how سيبيني أعلمك إزاي it's easy ده سهل خالص don't give up لا تستسلم بعد كده can you write it now can you write it now يبقى هنا كلمة إيه write فيها W silent write ممكن تقدري تكتبيه دلوقتي قالت لها hey I can do it. I can do it. يعني أنا أقدر. أنا أقدر أعمل. يبقى hey, I can do it. أنا أقدر أعمل الكلام ده اللي أقدر أكتبه. بعد كده عندي في شوية اختياري. أول واحدة بيقول the letter D on the board. منى. منى. يبقى أنا بكلم منى. يبقى هكلمها أقول لها اعملي حاجة. Writing ولا write ولا wrote ولا writes. هتاخد ايه في الاول دايما الفعل لما يجي في الاول في المصدر يبقى امر او تعليمات يبقى هنقول write يبقى write the letter D on the board I can't write this letter مش قادر اكتب الحرف ده it's hard it's a hard it's too hard too hard too hard no hard طبعا عندي كذا too بنفس النقطة بس المعاني مختلفة to اللي كي او الى to معناها ايضا أو جدا جدا تو معناها اتنين تو نو معناها لا طبعا هنا تبقى هنا ايه تو هارد معناها صعب جدا أكتر من لازم التالت بيقول let me you how to draw a cat يعني دعني كلمة let دايما يجي بعدها الفعل في المصدر let me show يبقى let me show من غير أي إضافات let me show you يعني سيبني أوريك how to draw a cat إزاي ترسم قطة What did you get? أنت حصلت على أي؟ هنا بيقصد الدرجات يبقى I 100 هنا طبعا you بتحولت ل I get هتبقى إيه؟ هتبقى got ليه؟ عشان في هنا did يبقى نجيب الفعل في الماضي بعد I يبقى I got 100 أنا حصلت على 100 درجة السؤال اللي بعده بيقول Which can you write? ندى Which can you write? ندى يا ندى اي ايه تقدر تكتبيه سي هنا ده السي ده عبارة عن ايه حرف يبقى which what word ولا letter ولا name ولا number طبعا السي عبارة عن ايه عن letter حرف word تبقى كلمة كاملة اسم name ونمبر يعني رقم I got 100 in there انا حصلت على 100 في ال exam ولا chair ولا kitchen ولا plane طبعا انا جبت 100 اكيد جبت 100 في ايه في الاكزام في الامتحان chair معناها كرسي kitchen مطبخ plane طائره I can't write this word يعني انا ما اقدرش اكتب الكلمه دي it's too انها ايه جدا جدا it's too easy ولا hard ولا simple ولا small طبعا مش قادر يبقى اكيد صعب يبقى it's too hard لو قادر I can write يبقى it's too easy simple معناها بسيط و small معناها صغير سؤال نمبر 8 بيقول come on مونا يعني يلا يا مونا ها don't up ايه اللي بيجي مع up اللي هي كلمة give up معناها يقلع او هنا معناها يستسلم don't give up معناها لا تستسلم يلا يا مونا لا تستسلم okay make up معناها ايه يقرر make up your mind و make up معناها المكياج و get up معناها يستيقظ و eat up معناها ايه يأكل okay بعد كده عندي في paragraph you'll write a paragraph of 7 sentences the English class the English class طبعا الparagraph هتلاقيه مكتوب في النهاية بس احنا ممكن نكتب كم جملة كده وانتو تكملوا عادي خالص فممكن نقول ايه مثلا Miss هبة مثلا is our English teacher يعني Miss Hiba دي المدرسة بتاعت الإنجليزي بتاعت
بعد كده ممكن نقول ايه بقى؟ yesterday يعني امس she asked me يعني طلبت مني to write the letter K on the board. يعني ايه؟ يعني امبارح طلب مني اكتب الحرف K على السبورة. ممكن نكمل بقى، انا حاولت اكتبه ما عرفتش، هي علمتني ازاي اكتبه، وبعد كده انا كتبته قالت لي good work وحاجات كتير قوي ممكن نكتبها ونكمل بيها الباراجراف عادي خالص. اوكي، المهم ان انا اكتب جمله مظبوطه، فاعل فعل مفعول وهكذا. rearrange the following words to make correct sentences. me out pass help homework then help. يبقى هنا اول واحده ساعدني، يبقى help ده فعل لازم يجي بعد مفعول، يبقى help me يبقى ساعديني. اصل الفعل كان ايه؟ you help me بس يو مفهوم عليها هنا امر بقى او تعليمات، فيبقى ساعديني help me. ليه بقى؟ help me في هنا حرف جر ناقص to help me to رقم 3 to pass 4 out the 6 7 homework. هنا في حرف الجر to المفروض يبقى موجود، يبقى help me to pass او ممكن من غير to خالص، لان help ينفع يجي to او من غير to عادي خالص. يبقى help me pass out the homework، وممكن نحط please في الاخر طبعا لو كان في please. السؤال بيقول get did you good mark. السؤال بيقول هل did يجي بعدها جملة يعني فاعل لو you، بعدها فعل اللي هي get، يبقى did you get، وبعد كده a good mark يعني هل انت حصلت على درجات حلوة. بعد كده ال punctuate the following sentence، هنكتب الجملة صحيحة طبعا، تبدأ ب capital letter how ونكملها عادي خالص. انا بكتب الحروف بس انتوا لما تيجوا تكتبوا اكتبوا الجملة كلها. how do Ali and Noha come to school. do ما فيهاش حاجة، علي capital letter and لا Noha capital letter. come الافعال ما بتغيرش، to حروف الجر ما بتغيرش، الاسماء العادية ما بتغيرش، اخر حاجة question mark عشان ده سؤال. miss تبقى capital letter، دينك تبقى capital letter لان ده اسم شخص. shows الافعال ما بتغيرش، منى الاسماء capital letters. how to write ما بتتغيرش، letter الحرف دي كل ده ما بيتغيرش، في الاخر احط ايه؟ الفول ستوب. اوكي، وبكده يبقى احنا خلصنا الدرس بتاعنا. لو كان عجبكم يا ريت نعمل مشاركه في القناه من هنا، وندوس على زر الجرس علشان يجينا بقيه الاشعارات بالفيديوهات الجديده. اشوفكم في درس جديد مع مستر نسيم الانجليش. باي باي.